تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم إلى موجز أخبار الخامسة. وافقت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي في ختام اجتماعها بعد ظهر اليوم على مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أسابيع من المفاوضات بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية بشأن مطالب الأساتذة. ومن المنتظر هذا المساء إمضاء هذا الاتفاق بشكل رسمي ونهائي، لتنتهي بذلك فترة أرقت الطرفين والتلاميذ والأسر. جلسة اليوم تأتي بعد إقرار مبدأ تمتيع الأساتذة بترقيتين وبمنحة استثنائية خلال جلسة التفاوض بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي. وينضم إلينا من مقر وزارة التربية موفد الأخبار مراد الأبيض. مراد، هل هي جلسة مفاوضات أم جلسة إمضاء اتفاق بين الوزارة والنقابة التعليم الثانوي بشكل نهائي؟ لا نعلم إلى حد هذه اللحظة هل هي جلسة تفاوض أم إمضاء اتفاق، ولكن هذه الجلسة حتى إن كتب لها هي مرتهنة لجلسة التشاور التي يجريها الآن رئيس الحكومة مع مستشاريه، وعلى ضوء ما تخلص إليه هذه الجلسة ستتم جلسة التفاوض. ومن الممكن أن تتوج هذه جلسة التفاوض بين وزارة التربية والوفد النقابي إلى اتفاق، ولكن جلسة التفاوض التي من المنتظر أن تجرى بعد الساعة الخامسة هي مرتهنة بما سيتوصل إليه أو ما ستخلص إليه جلسة التشاور التي يجريها رئيس الحكومة مع مستشارين في هذا الخصوص. نعم، ولكن وزير التربية مراد قال البارحة أنه تم الاتفاق بشكل نهائي وسيكون اليوم هو يوم إمضاء، يعني هذه المعلومة غير مؤكدة الآن. لحد هذه اللحظة هذا ما يدور في الكواليس، ولكن حتى اجتماع الهيئة الإدارية مع نقابة التعليم الثانوي تقول أنه هي جلسة تفاوض وليس إمضاء اتفاق مباشرة، يعني يمكن أن تجرى جلسة تفاوض وعلى إثرها يتم إمضاء اتفاق. نعم شكرا. ولكن في هذا السياق أنه كل من ما سمعناه الآن من مسؤولي وزارة التربية أن هناك روح إيجابية، ولربما تسير الأمور في اتجاه إمضاء اتفاق لفض الخلاف الحاصل بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة الإشراف. نعم شكرا لك مراد لبيض، أكيد سنتابع معك المستجدات في نشراتنا القادمة. نذكر فقط أنه الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي وافقت على مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارة التربية والنقابة. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهاب بودن خلال زيارة أداها اليوم إلى كلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان، أعلن أنه ستتم بداية من السنة الجامعية المقبلة الزيادة في قيمة المنحة الجامعية لفائدة الطلبة. في معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس، تمكنت قوات الحرس الوطني من إجبار شاحنة ثقيلة على التوقف كانت تحمل كميات هامة من سبائك الرصاص تم تهريبها من بلد مجاور. وبعد استكمال الأبحاث تم الكشف عن مخزن بمدينة سواسي من ولاية المهدية يحتوي على أكثر من 35 طنا من مادة نحاس المهرب. هذا تم حجز الحمولة وجلب المحجوز إلى إقليم الحرس الوطني بالجهة. انطلقت صباح هذا اليوم من مقر سوق الجملة ببير القصعة الحملة الإقليمية للمراقبة الاقتصادية بإقليم تونس الكبرى تحت إشراف وزير التجارة رضا لحول. الحملة شارك فيها قرابة 45 مراقبا من مختلف جهات الجمهورية بالاشتراك مع عوامل الأمن والشرطة البلدية، ذلك بغاية مراقبة مسالك التوزيع وتتبع شفافية المعاملات التجارية والإشهار والتصدي لممارسات الاحتكار والبيع غير المشروع. قد تم ضبط عدة مخالفات بهذا الخصوص بالسوق المركزية بحي النصر أدت إلى تحرير عدة محاضر في شأن بعض البائعين وحجز ميزان إلكتروني لا يخضع للمواصفات القانونية. تواصلت الاشتباكات العنيفة اليوم في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق بين الفصائل الفلسطينية ومسلحين من المعارضة السورية من جهة وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى، وسط تأكيدات بأن مسلحي هذا التنظيم سيطروا على المسجد الرئيسي وسط المخيم. اشتباكات أدنتها وزارة الخارجية الأمريكية التي قالت المتحدثة باسمها ماري هارف إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من الهجمات التي شنها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية هذا الأسبوع على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين المحاصر في جنوب دمشق والذي تزداد ظروف المعيشة داخله قسوة.
في الشأن اليمني يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا طالبت به روسيا بهدف بحث إمكانية إرساء هدنات إنسانية في البلاد بسبب تزايد القلق بعد ارتفاع حصيلة الضحايا في صفوف المدنيين. في الأثناء تتواصل عملية عاصفة الحزم التي ينفذها تحالف الخليجي العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المسلحين الحوثيين، وسط أنباء عن ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى المواجهات بين الطرفين بعد أن تم الإعلان في وقت سابق عن تجاوزها 500 قتيل و1700 جريح. وأشارت مصادر إعلامية أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المسلحين الحوثيين الذين تمكنوا من السيطرة على عدة مدن من محافظة حضرموت. نختم بهذا الخبر. نشر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية شريط فيديو يصور عناصره بصدد تحطيم أثار مدينة الحضر الأثرية في الموصل والتي تعود إلى أكثر من 2000 سنة من التاريخ. تلك الصور التي لم يتم تحقق بعد من مدى مصداقيتها تأتي بعد رواج أنباء عن تدمير المدينة في الشهر السابق، وهو ما كان محل إدانة من منظمة اليونسكو. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام الموجز، ملتقانا بإذن الله في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.